لا ما تقلقش. لا دخلت سي مع دكتور دينا. لا صح نفس الجروب احنا وانا قافل المايك. هي لا لا بتتكلم تمام. انت مش سامع. انا سامع بره raise your hand by using the Zoom tools, okay, and any questions not regarding to the lecture, like I have the internet is offline or switched off, please write it in the conversation window, okay? Inshallah, Nahara. Hair care procedure and hair care is one of the hygienic procedures. We will start inshallah here in the first level. All the hygienic procedure we started with the hand wash. After that you start the food care and assessment, bed bath, oral care, and also today we will start the hair care. واضح يا شباب؟ لو حد من هو ستيودنت العربي مش فاهم برضه قول لي يعني خليني اعيد لك تاني في العربي تمام؟ انا مش فاهمه يا دكتوره. لا ماشي يعني انا بقول يا وعد اللي بتسال بقول ان احنا بدانا الهايجينيك بروسيجرز عندنا كده كام بروسيجر اسمهم هايجينيك بروسيجرز اللي هما خاصين بالهايجين او اللي هي النظافه الشخصيه. الهايجينيك كير بروسيجرز دي بداناها بالهاند ووش. تمام يا وعد انت معانا من اول الترم صح؟ معانا انت يا وعد صح؟ لو سمحت يا شباب في حد داخل بثلاث نقط. الثلاث نقط ده ايه؟ ده مين؟ يا شباب في حد داخل لي بثلاث نقط او ثلاث فصلات عامل الاسم ثلاث فصلات ده مين حضرتك؟ طيب هو فتح كده وخلاص ولا ايه؟ خدنا الفقرتين بس. خدنا الفقرتين بس.
كانتش اتلغت، المحاضرة اتلغت هنا، المادة اتلغت المحاضرة بس مش المادة. بس النهارده بس. تمام، يعني لو انت ما رفضتش انا كده ان انا هضطر ان انا اخرجك بره. تمام، لا هروح اعمل ايه؟ السبب انا اقول لك السبب. دكتوره ممكن تشرح انجلش عربي مع بعض؟ ما انا هشرح انجلش، انا عايزه عايزة أثبت إن أنا هشرح، يعني هقول عربي، بس إحنا عايزين نتعود على الإنجليزي. تمام، أنا عايزة أسأل بس اللي هو كان ثلاث نقط أو ثلاث فصلات ده مين؟ عادي يعني قولي لو حضرتك يعني معانا في الجروب بس مش عارف تغير اسمه، إنما ثلاث فصلات دول يمكن تكون. نعم؟ هو خرج عن مسيرته. تمام، فاحنا كنا بنقول ان عندي هايجينيك ميجرز، الهايجينيك ميجرز دي او الهايجينيك بروسيجرز عرفناها خلاص. تمام، اللي هي اخذنا منها الهاند ووش، اورال كير، الفود كير، البيت باث، وهنكملها كان النهارده الهير كير. اوكي، حد عنده مشكله؟ لا يا دكتور. لا يا دكتور. طيب دكتور، هير كير مهم او الهيجين عامة زي ما اتكلمنا فيها قبل كده مهمة ولا مش مهمة في العصر ده؟ لا انا مش مهمة. نعم؟ Important. My question was for Suzanne. Could you raise your voice, please? Important is important because of prevention of bacteria. Why you have to take shower? Why you have to take shower? Why you have to take shower? Can I explain it in Arabic? Okay. It's really important for your hygiene. Then, secondly, and then it will protect you in any bacteria. Important for hygiene and protect you from bacteria. What else? Sorry. Okay. حد حابب يضيف؟ بس please in English يعني. قول يا محمود. محمود أشرف. رفع إيدك. محمد يا دكتور. Improve health confidence. نعم. الهايجين عندك. Improve self. Promote self confidence. كويس جدا. ايه تاني؟ وائل عندك حاجة يا وائل؟ طيب حنين كانت بتقول حاجة. حنين؟ كنت بقول ان احنا نمنع الشرى العذبة لو مثلا في التهابات انا مش واخده بالي منها او حاجه، كان ممكن وانا بعمل الكير دون كان ممكن اخد بالي منها، فالحاجات دي بتبدا بحاجات صغيره وبعدين يعني
بتبقى امراض كبيره جدا. فانا لما بعمل الكير بمنع ان الحاجات الصغيره دي تبقى امراض كبيره. يعني مثلا انت تقصدي ان مثلا for early detection of any health problem هي اسمها كده، تمام. طيب الهايجينيك ميجرز طبعا زي ما احنا كلنا عارفين الهايجينيك ميجرز are necessary for every individual not only for the patient. يعني ليه؟ اللي انا بهتم بالنظافة الشخصية، النظافة الشخصية دي مهمة لكل الناس مش بس للمرضى. يعني الأغراض والأهداف. ولا هتعدوها وخلاص؟ طيب الـ our target patient perform or apply hair care for them. يعني انا هروح مثلا patient conscious كده وراح اقول له والله ده لازم اعمل لك hair care، لازم اغسل لك شعرك. انا ما بحبش الصحراء دي، تمام، ما بحبش الصحراء. لو انتوا متخيلين ان انتوا داخلين تسمعوا كلمتين وتمشوا، فانا ما بحبش كده. انا بحب في التفاعل كانكم قدامي بالظبط. انا قدامي ورقه وقلم وفاتحه اللاب وفاتحه الموبايل وباخد اسماء الطلبه اللي بيعملوا شيرنج عشان الدرجات لما اجي احط درجات، تمام. حضرتك مش داخل لا، يعني انا ارفع ايدك وانا هقول لك، او لو تحب بقول اخ حط اي اسم كده قدامي خلاص. مين ايه اللي ارفع ايده يا دكتور؟ تمام ماشي يا جماعه، تمام ماشي. خالد، قول لي يا خالد رافع ايدك يا دكتور. انا كان عندي سؤال، هي سكالب سيركيليشن دي اللي هي الدرجه المويه عموما، ولا سكالب دي لها معنى؟ سكالب اللي هي فروه الراس. سكالب سيركيليشن ان انا بعمل امبروف السكالب سيركيليشن، انا بحسن الدوره الدمويه في الراس عن طريق ان انا بعمل هير كير، بعمل مساجنج للسكالب. ها قولي. طيب انا قولي بقى يا خالد اجاوب يعني. طيب انا وائل عموما، هو لو اي مريض يعني اللي هو مثلا مش قادر يعمل الكير فعامله له، لو حد مثلا unconscious او هو dependent، تمام. dependent يعني ايه؟ يعني مش عارف، يعني هو مش ما بيعرفش يعتمد على نفسه. او لو حد مثلا في الاي سي يو هو لازم مش هينفع اسيبه كده.
لفترات طويلة، أو هو اللي عنده إيه المناعة بتاعته ضعيفة مثلا مناعة كده. ضعيفة هتعمل له ايه؟ ليه مين اللي هو هيمنعه ان كده هو برضه، ياخد الهيجين بريكوشن؟ لا ما انا قصدي اللي هو في الاي سي يو، يعني اللي هو مش هو عارف اللي في يعني الاي سي يو نفسه مش مناعته ضعيفة، مش كل اللي في الاي سي يو يعني كلمتك فيك شوية يعني كبيرة قوي قوي يعني. زي مثلا البيشنت اللي انا اقدر ان انا اعمل لهم الهير كير، ان انا كل البيشنت ده نسيسري ان هو يتعمل لهم هير كير، كل بيشنت نيد فور هير كير، but conscious patient I will teach him or teach them how to perform hair care and I'll provide class teaching for them to perform hair care. زي ما اتكلمنا قبل كده ان انا لو حسيت ال patient ده في عنده مشكلة في النظافة الشخصية، ده انا هروح ان انا هعمل assessment وبعدين اديله health teaching عن أهمية النظافة الشخصية واساعده واشرح له ازاي ان هو يعملها. تمام. طيب لو ال patient ده مش conscious patient، لو immobilized patient، لو conscious but immobilized، say مثلا patient عنده fracture، عنده lower limb fracture مش بيقدر ان هو يدخل التويلت، فده هيحتاج hair care with help او with assistant. تمام. او ان انا ممكن ان انا اعلم اللي هو الريلاتيف بتاعه اللي قاعد معاه ان هو to perform hair care for him. البيشنت اللي هم كوماتوز بيشنت كريتيكالي ال بيشنت، او اللي هو المقصود بيها الكوماتوز بيشنت، البيشنت اللي هم في كوما اللي هم في غيبوبه، ده نسيسري ان انا اعمل لهم هير كير. البيشنت اللي هم الديبندنت زي سي مثلا بيشنت عنده لور ليمب مثلا بروبلم، عامل سيرجري في اللور ليمب في الابر ليمب فمش عارف ان هو يحرك ايديه، عنده اي اوبريشن فمنعاه ان هو يقدر يستخدم ايديه. بيشنت مثلا ممكن اللي هم عندهم منتال ريتارديشن، ده مش بيبقى كومبليت اندبندنت، يبقى شويه محتاج مينيمال اسيستنت. لو البيشنت ده بي اوبريتيف لازم طبعا ان هو يتعمل له هيلث كير استشاري، لو في يعني بروسيجر او اوبريشن في الهيد، هيد اوبريشنز او هيد سيرجريز، so it's necessary for them to perform hair care. Patient was prepared for head surgery or inability to use hands. يبقى دول the patient that need or need to perform hair care for them. تمام. حد ليه سؤال؟ دكتور وحضرتك قلت لي كريتيكالي ايه ده يعني ايه؟ ممكن ال patient اللي هم في الاي سي اللي هم الكوماتوز اللي هو مش بيقدر، او مثلا اللي عندهم movement restriction، لو اللي هم مثلا البيشنت ده كونشس كل حاجه ولكن ما ينفعش ان هو يتحرك لان الحركه غلط عليه، فما ينفعش ان هو يروح التويلت ويتمشى لحد التويلت ويغير هدومه ويقلع ويعمل يحصل له هير كير. لا انا ده اللي انا هعمل له، هجيب له الاكويبمنت واعمل له هير كير في السرير. تمام. روبن، روبن يو وانت اني ثينج يو وانت تو اسك؟ يس اي وانت تو اسك سمثينج. اوكي. What does preoperative and dependent mean? What type of patients are dependent and preoperative? Dependent patients, suppose that we have a patient with mental retardation, okay? So these kind of patients are not totally independent. They need help in some issues regarding their whole life, eating, dressing, hygiene. They need minimal assistance, and according to the type of the retardation of the problem, يعني the percentage of help is will be increased. Okay, this okay. is for dependent patient. Head surgeries, the patient that has a problem in the head or scalp or neurological problem and they need the surgery in the head. So hair care is necessary to make scalp and hair free from infection, to avoid any further infection for the operation site. Okay. Okay. Thank you. Okay. فضل. خليك بس أنا آسف جدا. في واحدة اسمها بسنت هنا عبد الحميد كانت لسه دخل المحاضرة دلوقتي عشان معها مشكلة في الدخول. بعد حضرتك تاخدي غياب دلوقتي تاني ولا؟ اعتقد يا نصار، اعتقد يا نصار ان انا قلت لو حد
حد ليه سؤال بره اللي احنا بنتناقش فيه يكتبها في ال تمام؟ اسف جدا يا دكتور والله. يكتبها في الكونفرسيشن بفور. تمام ماشي عشان اسف. اللي هو ان انا نقطع المحاضره علشان خاطر نقول حاجه زي كده بليز، يعني خلاص كبرت وخدنا جزء كبير من المحاضرات صح؟ اللي احنا كل شويه نعمل انترابشن على حاجه مش نوت نسيسري. تمام؟ وعامة هاخد الاتندنس تاني في نص المحاضرة. ماشي شكرا. طيب كنا بنقول دلوقتي who the special types of the patients that are contraindicated to this procedure. مين النوعية من البيشنت اللي انا ما ينفعش ان انا اعمل لهم البروسيجر، ما ينفعش ان انا اعمل لهم هير كير؟ Wisdom, you can you answer this question? No question. Who's the patient are contraindicated to perform hair care for them? ممكن تقفلوا المايكس، يعني اللي مش بيستخدم المايك يقفلوا، انا مش مضطره ان انا اسمع الاسره الكريمه. تمام؟ ما يفتحش المايك غير اللي هو بيجاوب. Wisdom. Yes, doctor. Can you repeat the question? Who's the patients that are not allowed for me to perform hair care for? Maybe patients with spinal cord problem. Okay. Why you think spinal cord problems? Because they won't be able to sit up properly and relax for you to perform the hair care. Okay, and the movement will worsen the disease. Okay? Okay. What else? Maybe patients with allergies. Allergic to what? Maybe allergies to the product you use for the hair care. Excuse me? Could you repeat your answer, please? I said maybe patients with allergies. Allergy? Yes. Allergies to what? To maybe constituents the hair care products produce constitutes of. Okay, حد يحب يجاوب من مين البيشنت اللي انا كنت انديكيتد ما ينفعش ان انا اعمل لهم البروسيجر؟ طبعا قدامكم، فلو هيجاوب لي هيقول لي ليه او يزود عن اللي قدامي. هبه قولي لي يا هبه. البيشنت اللي عنده هارد انجري في الهيد. عنده ايه؟ عنده انجري في الهيد. اوكي، فده صعب ان انا اعمل له البروسيجر يعني. مين تاني؟ طيب اوكي، بما ان البروسيجر بما ان السلايد قدامكم فانا زي ما وزن قالينا البيشنت سباينال كورد انجريز، بيشنت حصل له انجري في السباينال كورد في القاع الشوكي، سو موفمنت از نوت الاود فور هيم اور موفمنت واز ورس ان هيز كونديشن، يعني الحركه ممنوعه عليه او ان هي هتسبب له اضرار، فما ينفعش ان انا اعمل له هير كير. البيشنت اللي عندهم اوريدي خلاص دخل وعمل هيد اوبريشن او هيد سيرجري، فما ينفعش ان انا اعمل له هير كير، لان انا كده هضطر ان انا ممكن ان انا الوث الجرح. تمام؟ البيشنت اللي عندهم ليج انجوريز برضو ان انا مش هينفع ان انا اعمل لهم ايه البروسيجر دي، علشان خاطر الموفمنت وعلشان خاطر ان هو هيبقى عنده ووند، فالووند ده طبعا ما ينفعش ان انا اروح اغسل كده حوالين الووند يعني. تمام؟ والا ان انا الجود ده هيبقى ليه سبيشال تريتمنت وسبيشال كير لوحده، هتدرسوه ان شاء الله في سنه تانيه.
تمام؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب ايه هي دكتور عندي سؤال؟ اتفضل. هو ممكن برضه اعمل لو البيشنت عنده هايبوتنشن ممكن ما اعملوش؟ اه صح. ليه؟ فانا الاول هعمل مانجمنت بتاعي ان انا اوصل البلد بريشر للنورمال وبعدين ان انا اعمل له الهايجينيك تشيك. تمام يا محمد؟ جاوبتك؟ ساتسفايد انت؟ ساتسفايد انت بالاجابه ولا مش ساتسفايد؟ وزم يو هاف ا كويشن؟ يس دكتور. اوكي. If the patient's blood pressure is very high, we can't perform hair care for the patients. Yes. But if it's low, we can perform hair care. I said for both patient with high blood pressure or low blood pressure, it's my priority. It's life-threatening situation, unlike a threatening case. So my priority will be, I will focus on the blood pressure to return to the normal. After that, I can perform any hygienic measure. So it's by priority, blood pressure is more important than hygienic measures in this case. Okay? Okay, doctor. Okay. أستاذنك أولاد دقيقتين وجاية دقيقتين. Okay, أنا جيت ما طولتش. What are the equipments that we need to perform hair care? Sandy? Sandy, what are the equipment necessary for hair care? Sandy? Okay. قبل ما يطلع. جميلة، قولي لي يا جميلة. جميلة رضا. دكتور ده صندي مش صندي. صندي equipment. لا هي ساندي. ساندي. أيوة. اسمك ساندي. صندي. صح. يا ده equipment. ده صندي بس هي ساندي. يا ما ينفع. كل واحد اسمه صندي. بس هي بتقول صندي أو ساندي. Sunday. What are the equipment that are necessary? The equipment for hair care. Okay, the equipment a container with a warm water. No, I don't want you to read the slide. Sandy, I don't want you to read the slide. Okay, just imagine. What equipment that we may need for healthcare, to perform healthcare for patient in a bed?
بقول لها تفتكري ايه الادوات اللي انا ممكن استخدمها ان انا عشان اعمل هير كير للمريض في السرير. They keep me now for bed making or لا هير كير in the bed. You can ask me the question once more. Okay, someday I okay, you prepare the bed. You prepare the bed. Yeah. I want to perform hair care for a bedridden patient. Okay. So imagine what equipment I might need. I prepare the towels. This is one I remember. Okay, towels. Before that, I must wash my hands. Yeah, I prepare the towels. Then I prepare water in the container. Okay. Then I put the no, I patient in flexible position. Okay, someday, I want you only to mention the equipment. You mentioned towel, you mentioned the containers with water. Okay, thank you. I mentioned towel and water in the container. Okay, so I okay. Complete, okay? ايه هي الادوات يا شباب اللي انا ممكن احتاجها علشان خاطر اعمل هير كير؟ زي ما هو واضح قدامنا دلوقتي في السلايد، هحتاج كونتينر مسؤول موتر، طبق فيه ميه دافيه. هحتاج امتي بيل اور لارج بيزن، هحتاج زي حاجه كده ان انا اشيل بيها الميه، حاجه صغيره زي كوبايه كده ان انا اشيل بيها الميه عشان اصبها. هحتاج تو لارج تاولز، فوطتين كبار. هحتاج وش كلوث اللي هي بتبقى زي حاجه صغيره بعملها حوالين ايديا عشان انضف بيها. خلاص كملي مع دكتور اسماء او ماشي كملي هنا كليه انا عايزه الكليه ياخد سكرين شوت دلوقتي ويكتبوا لي الاتندنس بتاع جروب سي وجروب دي وراح اقارنه باللي معايا. تمام، ففين الليدر بتاع جروب سي؟ موجود معانا ولا دخل ولا دكتور ليدر جروب سي؟ اوكي يوسف، وبرضو عايز الليدر بتاع جروب دي موجود يا ولاد ولا لا؟ انا بنت حاطه فرحت يا دكتور. طب انا بيجي جروب ولا محمد اشرف، مش عارف موجود حالا بس محمد انا موجود. يا محمد استاذنك، يا محمد خد سكرين شوت واكتب لي الاسماء اللي هي تبع جروب دي وانا هفرجهم بالسكرين شوتس اللي انا باخدها. انا باخد راندم كده، مش باخد بس في اول محاضره ولا في اخر المحاضره. تمام، انا خدت في الاول وهاخد تاني كمان شويه. تمام يا محمد، واكتب لي الاسماء في الليسته وبسلمها لدكتور محمد وانا هبعت له السكرين شوت. تمام تمام يا دكتور. تمام، هنكمل الاكويبمنت اللي احنا كنا محتاجينها. هحتاج لارج توز بامب، هحتاج ميكسشر ميكس تيبل كنترول كابول شيت كول باد اند اكسامينيشن كلاس. اوكي كده كده انا مش هينفع. يعني هحتاج طبق كبير كده فيه ميه دافيه، وهحتاج زي كوبايه كده علشان اصب فيها.
هتخفف من الشامبو وهحتاج الشامبو او الصابون اللي انا هعمل بيه هاند ووش هعمل بيه هير كير، او لو البيشنت ده لي سبيشال بريبريشن ميديكال بريبريشن لو في فورمولا او ميديكال فورمولا بيحسب بيها شعره هحتاج قطن باتس علشان احطها في قدامه مربوطيه، هحتاج رابر شيت، هحتاج لارج تاون فستان كبار او بشكير كبير علشان خاطر يعني في الفيديو هنشوف ازاي هستخدمه. تمام قبل اي بروسيجر لو سمحتوا لي قبل اي بروسيجر في كم خطوه كده انا بعملها بسلك شعبيه اصلا. تمام فقولوا لي بقى كده كل واحد يقول لي انا هاخد كده من اسئله فكر نفسه ده هو فاهم. تمام لو علي انا في المدينه لو سمحت دكتور اكسبلين البروسيدجر للعيان. اكسبلين البروسيدجر للعيان. ايوه انا بقول اكسبلين البروسيدجر للعيان. ايوه هو صوت مش واصل. ما هو انا الصوت مش شغال عندي. بص ركز معايا او بتكلم اهو مفيش اي صوت او عمال اتكلم وانت بتعمل بقول لك يا جمال المايك بتاعه مش شغال. شبات اقول لها انا طبعا لو احنا داخلين على فرصة الشيء زي ما احنا شايفين كده لازم ان انا كيب البرايفسي. لازم طبعا كيب برايفسي وبالنسبة لفصل الشتاء لازم الناس لما في الدور جنبي if there is any doors I have to close windows air conditioners and also fans so to avoid the patients that can to catch microphones. Okay تمام كده. وهلبس الجلوف بتاعي علشان تو افويد اف ذير از اني انفكشن انفكشن او ريسك اوف انفكشن. ده لو عنده سكين انفكشن في فرد راسه او لو عنده هير انسك اللي هي حشرات الراس فطبعا لازم احمي نفسي بروتكشن والبس الجلوف بتاعي. تمام دلوقتي انا هعرض لكم فيديو اوكي على الهير كير. تمام وعايزه حضرتك لو في حد عايز سؤال مارك انت رافع ايدك عايز حاجه. هو البيشنت ممكن يرفض الهير كير؟ البيشنت من حقه طبعا هو يرفض اي كير، ولكن انا مش هروح اقول له انا جايه اعمل لك هير كير فاقول لك لا تقول خلاص. اي بروسيجر بيشنت من حقه ان هو يرفض الميديكيشن من حقه، بس انا مجرد ما يرفض انا هقول له خلاص.
فلازم اعرف سبب الرفض بتاعه الاول، وبعدين اشرح له واعمل له كبير اكسبلانيشن، وبعدين اشوف القرار ليه. تمام؟ شكرا. واضح؟ انا هعرض لكم فيديو دلوقتي يا شباب. For explanation of hair care. If you have any question, please ask. Okay. Okay. ظهر دلوقتي يا ولاد. Thank you.
مش المفروض انت كمان عندك؟ همسة انت مع دكتورة ايناس تقال ايه شرح لها؟ دكتورة دينا دينا كان ايناس انا شفت الاول ان هي بعد ما اخترت الادوات واخدت البيشنت اكسبتنس وشي ريسيف ذا بيشنت اكسبتنس فور هير كير وي هاف تو بوزيشن تمام؟ فيرست بوزيشن سايد لاين بوزيشن اوكي وابدا ان انا اعمل هير كير او سيكند بوزيشن از تو توك ذا ماتريس اوكي اند سو اي allowing myself or facilitate performing hair care procedure تمام يعني عندي وضعين يا شباب لا اما احطه على جنبه على طرف السرير كده يبقى على جنبه يا اما ان انا ببني المرتبه تحته علشان خاطر تسهل لي وان انا ما بقلش المرتبه واقول لك تمام كده يا دكتور يعني واحد اختار السرير خالص تمام ولا ايه تمام سامعين اصلا طب يا دكتور بقول لحضرتك واحد دكتور وانا كده مش سامع حضرتك الصوت مش واضح يا دكتور الاولاني الدكتور عملته ان انا جبت البيشنت على طرف السرير تمام
البوزيشن التاني بحيث ان راسه هي اللي تبقى اللي بره تمام. وطبعا ببقى يعني لو بيشنت ده عنده مشكله في البالانس بتاعه او هو نوت فولي كونشس طبعا ما ينفعش ان انا اجيبه على طرف السرير لان وارد ان هو يقع. ده ممكن هو يحصل فين في اللي هم الكونشس بيشنت ولكن عندهم اكتيفيتي ليميتيشن تمام. فلو وقع هو هيحس بنفسه ان هو وقع هيقول انما طبعا البوزيشن التاني اللي هو اللي انا بدني فيه المكتبه ده امن تمام مور سيف تمام يا شباب. تمام معلش دكتور ممكن ثابت المكتبه بتاعت البيشن ما هي هم عملوها دلوقتي عيدها تاني ان انا بدني المرتبه تمام بدنيها تحت لان مراتب السرير في المستشفى بتبقى سفنج فخفيفه فسهل ان انت تبنيها تمام كانك بتطبقها كده تحت الالتهاب كده الاولاني بتطبقه تحت راس المريض. هعيد لك الفيديو تاني تمام. تمام ماشي شكرا لك. ده البوزيشن الاولاني Thank you.
شباب شفتوا هي بتعمل بتجهز البي ار ماشين مع الزوج ازاي؟ ما هقول فور او انش ستوديو سبيكر اوكي شي ستارت تو رول ذا رابر شيت فروم ذا تو سايد افتر ذات شي برينج انذر شي برينج ا تاول اند ستارت تو رول ات هوريزونتالي اوكي and then she put she placed them below the patient's neck and rubber sheet form as a pathway for the water to go down in the empty basin. Okay. بعد كده لو شدنا احنا جبنا حقنا بتاع السكر ممكن نوزع الانفكشن with the patient's hair, okay?
مش easy. One time and I found that the patient need one more time. So I will repeat this step again to ensure that the patient here on the step or feet. Okay. He had عنده سؤال. Golda, you have a question? Yes, doctor. Are we supposed to use comb? Yeah. I must use his comb. Okay. The patient comb. Okay, but when here the doctor will use this comb. When now here in the clinic. يا ابني بتعمل ايه؟ ايوه اول حاجه تشيك البلس بعد كده تعمل ايه؟ مش هعمل حاجه تعمل ايه؟ بتعمل هير كير هير كير؟ يا حرام ما بناخدش غير الكير على فكره هو سنقولها كلها عندي وش هو سنقولها كده بعد كده تطلع تانيه انا قلنا المحاضره دي بعد كده تطلع تانيه فاهمني هتبدا تاخد بقى كير بالتفصيل عايز حاجه هو سنقولها بس طبعا يا ولاد احنا بس ده
هل مثلا الشعر خفيف باكن وماكن some programs. العدد اللي هجم على المطعم خلى
بيعمل كده علشان وقت معين كده. طب كل بعد راوند تاني هو مفيش عندك انت بس مفيش عندك كل حتى عند الدكتوره دي. طب ايه بعت رابط بقى تاني ولا هو نفس لا هو نفس الرابط. بس يا يوسف مش لازم تقولي بالظبط، يعني قولي في المقبل كده ايه اللي انت فاكره.